السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wish all of you fine inshallah today, always and together. We're back again with Miss Aya Zidan in the 7th lecture. So in 7th and 8th lecture it will be about revision. طبعا المحاضرة أهلا بكم طبعا first of all إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. المحاضرة السابعة والثامنة حتكون مراجعة لبعض النقاط اللي احنا already ذكرناها من المحاضرة الأولى للسادسة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونتمنى النجاح إن شاء الله لكل الطلبة وستدي هارد بس يعني أقروا واجتهدوا إن شاء الله بإذن الله حتصفوا حتنجحوا بإذن واحد أحد. بس تركزوا معي في المحاضرات من واحد لستة محاضرات تكونوا مركزين على طريقة أسئلتي اللي نعطي فيها في الأمثلة وتكونوا فاهمين هلبا. أوكي يلا أبدوا معي ريفيجن. اوكي يلا نديرو كويك ريفيجن مراجعة بسيطة. طبعا الناونز اخذنا البروبر ناونز اللي هي وكومن ناونز. كومن ناونز قلنا اي اسم يعني زي ما نقولو مية, زي ما نقولو بانك, زي ما نقولو ريستوران, زي ما نقولو مول, زي ما نقولو فارمسي. هذا نقولهم اسماء جدا رائجة. اما لكن انا لما منجي منقول زي يونيفرسيتي مثلا منجيو فور اكزامبل ناخذو يونيفرسيتي اللي هي جامعة. University بروحها هذه اسم عادي رائج موجودة في العالم كله. أما لكن لما نقول Africa University هنا غيرتها أنا من Common Noun لProper Noun لاسم مخصص, من اسم رائج جدا لاسم مخصص. University Common Noun الاسم العادي الرائج جدا, لكن مغيرها هنا لProper Noun مندير Africa University. تمام. أما بالنسبة Singular والPlural قلنا مثلا فيه هم أغلبهم ينضفلهم اس بس, اما لكن في اللي ينتهي بالاس اتش سي اتش اند سو اون هذا نقول بنضيفوا لهم شيني اي اس. كذلك في اللي ينتهي بالواي بنديروا دروب واي ونديروا اي اي اس. فاحنا انا قلت لكم ان السنجلر والبلولر هذا عند الرولز عند قواعد يعني يو شود ميمورايز ات يو كانوت دو ات باي يور سيلف. هنا شوف فالسنجلر هنا يا والبلولر هذا عندهم رولز يعني زي ما قلت لكم معلش صار شويه طف تحفظهم زي ما هم يعني ما عندكش فيهم الا الاندرستاند والحفظ. اما لكن البروبر ناونز يعتمد اكثر على الفهم بروبر ناونز على الفهم. اما طريقه الجمع والمفرد والجمع هذه شنت بتبي حفظ القواعد مش انت تطبقها في الاكزام. تبدا القواعد عارف ان اللي ينتهي بالواي من دي لاي اي اس, اللي ينتهي بالسي اتش اس اتش سو اون من دي لاي اس. يعني هنايا السنجلر والبلولر يعتمد على الميمورايزنج, اما لكن البروبر والكومن ناون يعتبر I'm sorry dependence on your understanding. okay let's go let's start our new lecture today which is about pronouns. نبدو حاليا في شني في الضمائر. يلا guys هنايا بدينا بالدفينيشن. ديفينيشن اللي هو التعريف. تعريف البروناونز شنو هو؟ البروناونز is a word, هي word راهي word كلمة that takes the place of a noun تاخذ مكان الاسم. without pronouns and without pronouns من غير pronouns we would have to keep repeating our names. keep repeating our names شنو معنى الكلام هو؟ قالك الضمير البروناون الضمير هو عبارة على كلمة تجي مكان الاسم. كلمة جي مكان الاسم ومن غير ضمائر احنا شو بيصير لنا؟ بنبدو نعاود في الاسماء مليون مرة. مثلا احمد is working okay at university. احمد يخدم في اليونيفرسيتي and احمد is studying and احمد is eating and احمد is drinking. لاحظتوا نحن قاعدين نقول احمد 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 ما هو بدل احمد. احنا شنو نختاره؟ اختاره ضمير. ضمير الاحمد هو احمد ضمير متاع شني هي هو. يعني بدل ما نقعد نكرر في كل جمله ني احمد دار احمد بلا 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 احمد بلا, لا نبدا نقول he is studying at university and he is for example working. he is بلا 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 he is drinking water he is calling his daddy he is calling his mommy. يعني هنا الهدف من البرونونز ضروري تركزوا معي بليز على الموضوع important ومهم. ما ينفعش تقولي او تقول لنفسك انا اتس اوكي تو لما يجي نهايه الامتحان انا نحفظه او ندير لاي راي ونصفي. نو no واي. راهو انا قاعده اعطيكم بطريقه
جدا ايزي للاديوكيشن، طريقه التعليم قاعده نختار لكم فيها جدا سهله وجدا يعني تخش للمايند، تقعد معاك يعني. انا مش صفيت الماده هذه نسيت everything، لا يرسخ في دماغك. اذا back to our lesson، قلنا الضمائر، الضمير هو شني؟ عباره عليه كلمه word، كلمه تاخذ مكان الاسم. مثلا ايه شني ضميرها؟ شي هي. مثلا مية شن ضميرها؟ ات. مثلا احمد شن ضميرها؟ هي. مثلا ايه ام سوري، مثلا ايه انت احمد شنو الضمير بتاعهم؟ دي هم. اوكي اللي باهي قال لك من غير بروناونز، تخيلوا لو ان ما فيش ضمائر في الموجوده بصفه عامه في الانجليزي او في العربي، احنا حنقعد شيني ريبيتينج اور نيمز، نقعد نعاودوا في اسمنا احمد ايه بلا 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 اند سو اون. اوكي ليتس جو ذير. طبعا في اكتر من تايب للبروناونز، في اكتر من نوع للضمائر، تمام؟ لكن انا اخترت لكم زوز بس، سبجكت بروناون والاوبجكت بروناون. سبجكت بروناون تمام، يعني انا بنعطيكم فقط زوز، يعني فقط زوز نوعين من البروناونز، باش ما يصير لكم شويه تلخبطه، ما بيش نعطيكم الانواع الثانيه. السبجكت اللي هو من هو السبجكت؟ الفاعل، فاعل الشيء. الاوبجكت اللي هو الشيء. sometimes تستخدموا الضمير يعود على الفاعل ولا يعود على الشيء، تمام؟ كيف هذه شويه بتصير لكم دوخه؟ شنو تقول هذه مس ايا؟ we don't we couldn't understand what she said. شنو؟ اوكي I'll tell you what I mean. اول حاجه خلينا نبدو بشن هو السبجكت بروناون، ضمائر الفاعل شن هم؟ قال لك are exactly what they sound like. They are pronouns that replace the subject in the sentence. Once you understand what a subject is, it will be easy to tell what type of pronouns to place with it. Consider the sentence. شوفوا السنتنس هذه قبل ما نعطيكم السنتنس هنقولكم شن قال فوق. قال إن subject pronoun نستخدمه فيه بدال شني؟ بدال الناون، بدال الاسم. اسم شني؟ اسم شخص، الفاعل الشيء، فاعل الشيء سواء فاعل الشيء اكرمكم الله animal او human beings، هو حيوان فاعل الشيء هو، او human being بني ادم. احنا subject pronoun نستخدمها بدل شنو؟ بدل الفاعل الشيء، فاعل الشيء هذا اللي هو سواء animal ولا human being. قالك بمجرد ما تعرف تفهم في الجملة وين السبجكت وين الفاعل. مثلا الجملة فيها آية is watching TV، وين مين الفاعل؟ مين اللي يتفرج على التي في؟ آية. اوكي آية شن تاخذ؟ تاخذ أنا ضمير. آية هي فيميل أنثى، فتاخذ شي. اوكي good job. شوف الاكزامبل هذا، the boy traveled with friends، الولد سافر مع أصدقائه. the boy traveled with friends. قالك في السنتنس هذه ال boy is هو اللي performing missioning الاكشن، which means that the boy is the subject. من هو هنا؟ the boy traveled with friends. من هو اللي عليه الدوة كلها؟ من هو اللي يمثل في الأكشن؟ هو الboy ولا؟ إذا الboy هنا هو subject. شنو ياخذ؟ بياخذ هي. يلا نشوفوا اللي بعده. If you want to use pronoun، كيف تستخدم pronoun to replace this subject، choose the best subject pronoun for a sentence. The subject pronouns are شنو هما subject pronoun؟ we و you و he و she و it و they. we ولا تقدروا تبدو subject pronoun I he she it و we و they و you. شوفوا السنتنس هي اللي لوطه، ثلاثة سطور الأخيرة اللي نقرا فيهم. read the sentence out loud to yourself، اقرا الجملة بروحك صوت عالي. and instead of saying، بدل ما تقول instead of saying the boy، try to replace the subject with one of the pronoun، حاول انك تكلم الدبوه هي تغيرها بضمير. in this example a good subject pronoun would be شني؟ he، لان البوي هذا شني؟ male، ذكر. الذكر شني الضمير متاعها؟ هي. والانثى شني؟ she. يعني الجمله شن بتولي؟ بدل ما كانت the boy traveled with friends it will be شن بتغير؟ شن تولي؟ he traveled with friends. يعني غيرنا ده كلمه the boy، the boy بشني؟ بهي، حطينا لها ضمير. هو من الولد سافر مع اصدقائه، غيرناها لشني؟ هو سافر مع اصدقائه، هو سافر مع اصدقائه. اوكي تمام.
هنايا قدامكم هذا مهم هل بالجدول هذا شنو هو مهم؟ اعطينا اكزامبل وتكلمنا على السبجكت والاوبجكت صح؟ هذا الجدول السبجكت بروناون اي والاوبجكت بروناون مي بتاع اي مي. ديما اي يجي شنو في بداية الجملة فاعل الشيء، اما مي ديما يجي في نهاية الجملة اللي هو اللي الشخص اللي استقبل المسج. يو الاوبجكت بروناون بتاعها يو، وهي الاوبجكت بروناون بتاعها هم، وشي هير ات ات وي اس يو يو دي ذم. هادو فيري امبورتنت، very 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 important, very necessary to memorize. هذا مهم بغيتهم تحفظوهم لما يجيوك مثلا سؤال نقول لك غيري لي الناون اللي بروناون، غيري لي الناون اللي بروناون. انت لما بتغيري البروناون او انت لما بتغيري البروناون حتحط في راسك ان في نوعين من البروناون، في سابجكت وفي اوبجكت. انا كيف بنحط؟ انت بنحط السابجكت وانت بنحط الاوبجكت، هذا بروحك طبعا. تعرف ان السابجكت ديما بداية الجملة، بتلقى مثلا احمد بتغير به، بتلقى آية بشي، بتلقى animal ولا cat بات، بتلقى me and blah 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 we so on. يعني هو الجدول انكم لما تحفظوه وتجوا تكتبوه جنبكم هيك في الامتحان وتبدوا تطبقوا عليه، يعني مهم ان تعرف الآية تاخذ me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, you, you, they, them. اوكي، هذا subject pronoun، هذا object pronoun. subject pronoun it comes at the beginning of the words، وهذا مزوز راهم شنو وين يجوا؟ يجوا بدال الاسم، ردوا بالكم يجي بدال الاسم، بدال الاسم. الاسم زي آية، زي أصدقاء، زي كتاب، زي كراسة، زي لابتوب، هذا من الأسماء تمام. أما لكن subject pronoun دي ما يجي فاعل الشيء، أما object pronoun المفعول به. أوكي guys، هنا السنجل والبلولر نتاع شنو؟ نتاع سبجكت والاوبجكت. كيف مثلا الاي اللي هي انا، هذه طبعا فاعل او مفعول به، اللي هي المهم هذا راهو مفرد لان انا، وهي هي هو نفس الشيء مفرد، وشي نفس الشيء مفرد، وي بلولر نحن، دي هم بلولر. اما يو جي سنجلر وبلولر، جي سنجلر وبلولر، و إت طبعا سنجلر، هم سنجلر، هير سنجلر، مي سنجلر، أس بلولر، نحن دم بلولر تمام. هذا شو هي أنا بدي أسويه لكم أنتم، يعني بس ما تكونش متحفظوا في هذا، يعني بس فهم إن الآي أنا هذه مفرد وهي هو مفرد، أما لكن نحن وهم شوفوا معايا هنا البلولر، بلولر بتاع شنو؟ بتاع السبجكت بروناون. خليني كلمه سنجلر وبلولر هذا كله راهو مش مهم، بس المهم انكم تعرفوا السبجكت بروناون يجي في بدايه الجمله بدل الاسم، والاوبجكت بروناون بدل المفعول به اللي استقبل الحدث تمام. شوفوا معايا هنا قالك the examples below demonstrate proper usage of plural subject pronoun. الموضوع كله على subject pronoun، فتح على plural، كنا عارفين ان ال I والهي والشي والإت مفرد، يعني نتكلم هي هو أنا we they you جمع، هذه عارفينها. شوف الجملة الأولى we are planning a vacation، احنا نخططوا لفيكيشن لرحلة. They will be visiting Florida soon. They will be visiting Florida soon. And I like your family. You are a great job, a great group. I'm sorry. Again, we are planning a vacation. Then they will be visiting Florida soon. And I like your family. You are a great group. Yes, good job. تشوف هنا يا we و they و you هذا كل subject pronoun. راهو أساسهم شنو كان؟ كان اسم. تعال نغيرهم للأساس. مثلا we are planning a vacation. آية مي وإسراء مثلا، مي أند إسراء، أنا وإسراء are planning a vacation، غيرناها من أنا وإسراء ولينا نحن غيرنا من وي. They will be visiting Florida، ما كانتش they كانت شين، أحمد أند محمد will be visiting Florida، غيرنا أحمد وما محمد هم لأنهم هم بالإنجليزي شين they يصيروا في subject pronoun. I like your family. You are a great group. Okay, let's go next.
Okay, so now the object pronoun, as I told you, the object pronoun always it comes at the end of the sentence. زي ما قلت لكم عادة ال object pronoun يجي يا في وسط الجملة يا في نهايتها، لكن مش في الأول. الأول دي ما subject pronoun. مثلا الجملة هنا يا she told her the best secret to him. She told her the best secret to him. قالت سر معناه عميق ليه، يعني him هنا يا هي ال object pronoun. You should explain the procedure to her. You should explain the procedure to her. Her هنا يا هي her هي هنا يا ال object pronoun. Susie made me laugh. Susie made me laugh. يعني Susie خلتني نضحك. Me هنا يا هي ال object pronoun. You should give it to mom. You should give it to mom. إنت هنا هي الأوبجكت بروناون المفعول به. I'm bringing a bye to you tomorrow. I'm bringing a bye to you tomorrow. وده مجيب لكم bye يعني صفيحة. فهنا يا she told her the best secret to him. اللي هي الشيء الأولى هي السبجكت بروناون، والهم هي الأوبجكت بروناون. أساس الهم كان he ولا him. هنا you should explain the procedure to her. Her كان أساسها she. And Susie made me laugh. Me كان أساسها I. لكن غيرناها لـ object pronoun، جيت مفعول به حطيناها بالتصريف الثاني. You should give it to mom. نفسها it نفسها في subject في object، وال you نفسها في subject في object. Object pronoun هنا يا examples. Object pronoun. The examples below demonstrate a proper usage of object pronoun. So, plural object pronoun, which is include us and them, the word you, sometimes function this type pronoun. Grandma is visiting us next month. Grandma is visiting us next month. هنا يا أسرة هي كان أساسها we. يعني مثلا we travel every month، احنا نسافر كل شهر. الوي هنا يا في لما بتجي ك object pronoun بتولي us. explain what you did to them. them اساسا كان they. as my siblings you mean the world to me. I hope you know how much I love you. you هنا يا اذا السبجكت بروناون دي ما يجي at the beginning، وطبعا السبجكت والأوبجكت بروناون البروناون بصفة عامة الهدف نتاعهم إن باش ما نعاودوش ديما أسماء، الأسماء نعاودهم وإن هما يجوا مكان الناونز، يجوا مكان الأسماء. أوكي، توا نجوا مرة تانية للأوبجكت بروناون. الأوبجكت بروناون شن تعريفه؟ تعريفه أن أوبجكت بروناون is a type of personal pronoun that's normally used as grammatical structure either as a direct or indirect object of a verb or as object of preposition. These pronouns always take the objective case whether they are indirect object or direct object. زي ما قلنا ان الobject of pronoun هو البيرسون اللي شنو received the action، اللي استلم من باقي الجملة اللي هو اللي وصل الاكشن الحدث او هيك. اما لكن السبجكت اللي دار الشيء. شوفوا معي هذا قالك the seven basic pronouns take a different forms when we use as object pronoun rather than a subject pronoun. كيف؟ number one I becomes me، أنا أصبحت نفسي. you becomes you، أنت أصبحت أنت. he becomes him، she becomes her، it becomes it، we becomes us، they becomes them. هذا بشان قصتهم أكيد تسأل بتقول شن هم هذا. ال I كسبجكت بروناون لما ولت اوبجكت بروناون ولت مي. اليو كسبجكت بروناون نفسها يو. الهي كسبجكت بروناون اوبجكت بروناون ولت هيم. شي سبجكت، هير اوبجكت، ات سبجكت، ات اوبجكت، وي سبجكت، اس اوبجكت، تي سبجكت، ذم اوبجكت. كلير يعني واضح صراحه اللي يبدو من جهة اللي صار كلهم I, you, he, she, it, we, they هادم كلهم subject. أما اللي جيت لي مين من جهة اللي صار جيت لي مين هادم كلهم object مفعول به me, you, him, her, it. ويجو شيني مكان، شيني مكان النونز، مكان الأسماء، مكان الأسماء بدل ما الاسم تغير بشيني ببرناون. اوكي قلت لكم الverb to be اللي هو الفعل الكون. الverb to be اسمه فعل الكون لان كلمة to be ان انت تكون. to be يعني في مثل دي ما يقولوا فيه
اللي هو يقول لك to be or not to be، انك انت تكون او ما تكونش مرة واحدة. to be انك انت تكون حاجة في المجتمع، to be or not to be or ما تكونش ولا شيء. فهنا الverb to be هو اسم فعل الكون في اللغة الإنجليزية. أكيد كلكم تعرفوا إن الآي آم معناها أني، ويو آر معناها أنتم، وهي إز معناها هو، وشي إز معناها هي، وإت إز للجماد، ويو آر نفسهم، وي آر نحن، وذي آر هما. أكيد تعرفوا يعني أنت، أم سوري يعني يو آر أنت، وذي آر هما. أكيد تعرفوا طبعا هذا كل الضمائر، إن الآي والمعناها الاني ويو انت وهي هو وشي هي. رو هذا شيء مهم جدا، يعني مهم جدا نكون تعرفوا الاي والهي والشي والات والوي والدي واليو شو معناهم باللغه العربيه. يعني مهم جدا، لان مجرد ما بتلاقيكم جمله وانا نقول لك غيرها لي، او مثلا احمد drives too fast، احمد يقود بسرعه، احمد drives too fast، نقولك شنو هو الفيرب تو بي نتاع احمد. احمد هذا ميل ذكر، وياخذ هو شيء بالانجليزي هي الفعل الكون، شنو ياخذ اللي هي ياخذ از، يعني هي از درايف تو فاست اجين. فهنا الفيرب تو بي طبعا الاساس نتاعها هادو الضمائر البروناونس، ام سوري البروناونس نفسهم طبعا الضمائر الاي واليو والهي والشي والات وسو اون. طبعا في الverb to be حنتكلموا على الverb to be في present في الحاضر، وفي شني وفي الماضي، في الحاضر وفي الماضي. اما حاليا احنا حنتكلموا على الverb to be في البداية في الحاضر لما نتكلموا عليه توه. يعني مثلا he is احمد، هو احمد، بها كان في الماضي he was احمد، هو كان احمد. يلا خلينا نشوف السلايد اللي بعده ونفهمه اكتر. In the present في الحاضر الـ I تاخد am، والـ he والـ she والـ it تاخد as، والـ you والـ we والـ they تاخد are. Okay again، الـ I تاخد am، I am a teacher، I am a lecturer، I am smart، I am from Libya، I am 29 years old. Okay، هي شي اتخذ إز، هي إز أحمد، شي إز فاطمة، it's a cat، هي إز أحمد، شي إز فاطمة، it's a cat، you، we، they يأخذوا are، you are beautiful، we are intelligent، they are students، they are students، students، okay، anyway. طبعا الverb to be ما هوش الـ I والـ he والـ she والـ it، لا، هذا ضمائر ثابتات مع جميع الأفعال الـ am والـ is والـ are، هذا مو مراهم الـ verb to be. نقولك شنو هو الـ verb to be، بتقولي am is are، مش هتقولي I he she it، هذا ضمائر، هذا ضمائر. أما الـ am والـ is والـ are هذا مو مراهم الـ verb to be. الـ verb to be هو am و is و are، وضروري تعرفوا ان الام تاخذ الـ I والـ is he she it والـ are you we they. okay again، مثلا I am a lecturer، انا محاضرة جامعية. he is smart، هو ذكي. she is beautiful، هي جميلة. it's a nice phone، هذا phone جميل. you are students، انتم طلبة، ولا you are students بالامريكية student، بالإنجليزية البريطانية students. we are at university، they are friends. okay، يعني لما نسأل نقول شنو هو الverb to be، تقول am و is و are، مش هتقول I he she it، ثابتة، هذا ثابتة، كما يستابتة مع كل الأفعال تلقاها. تو احنا عرفنا ان الام والاز والار هم الverb to be، لكن هادهم رغم عندهم جملة ايجابية وعندهم جملة سلبية. يعني لما بنقول I am a teacher، بعدين بننفاها بنقول اني مش ابلة، I am not a teacher. بنقول هذا احمد،
He is Ahmed. منقول هذا مش أحمد. He is not Ahmed. منقول هذه قطوسة. It's a cat. It's a cat. منقول هذه ما هيش قطوسة. It's not a cat. يعني الفرد to be بطبيعة الحال أي حاجة إحنا نبحث في اللغة العربية منقول هذا أحمد. بعد مرات منقول هذا مش أحمد. يعني بننفي. في عندنا النفي وعندنا الجملة البوزيتيف الإيجابية. في الإيجابية بتاعها I am. I am مثلا she is Sarah, he is Ahmed, it's a phone, we are friends, they are students, you are beautiful مثلا. تمام. لكن أنا منجي ننفيها عندها راهي بوزيتيف وعندها نيجاتيف. أنا لما بننفي بننفي بحاجة واحدة فقط لا غير. الحاجة اللي ننفو بها شنو هي؟ not. not 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 بمعنى لا نفي not. يعني مجرد هي تو الجملة هيك قدامكم she's, he's, it's, we're, they're, you're. اوكي هذو كلهم بوزيتيف. تمام. لما بنجيو نغيروهم احنا للنيجاتيف شو بنديروا؟ نضيفوا لهم النوت. I am not, she is not, he is not, it's not, we are not, they are not, you are not. اوكي جود جوب. اذا الverb to be اللي هو is والam والare. Is, am, are. Okay. في الجملة العادية يقعد he is, she is, so on. لكن لما بننفي بندير not. Okay. تمام. هنا في النكتب في السلبية. في السلبية هنا قدامكم شيء. She is not. She is not. He is not. It is not. We're not. You're not. They're not. I am not. Example. She's not a teacher. هي مش أبدأ. She's not a teacher. He's not handsome. هو مش جميل. He's not handsome. It's not a cat. هذه مهيش قطوصة. اليوم جاي على الكات طبعا. We are not friends. احنا مش أصدقاء. You are not smart. انت مش ذكي. They are not happy. هم مش سعيدين. And I am not a teacher. انا مش مدرسة. clear واضح واضح مفروض انه هو يكون واضح. ال verb to be فعل الكون. شنو هو ال verb to be؟ is am are. ال is وال am are شنو ياخذوا هما من الضمائر؟ ياخذوا ال I تاخذ am وال he وال she وال it تاخذ is وال we وال they وال you ياخذ are. clear. نحتاج لجملة نقولوا she is beautiful. بننفوها she is not beautiful. clear good. هنايا اعطيتكم انا بعض الامثله طبعا زي ما تشوفوا موضح قدامكم هم 15 اكزامبل 15 مثال او تقدروا تقولوا 15 جمله السنتنس. الجمله رقم واحد I am at home. انا في المنزل. انا في المنزل. I am at home ولا I am at home. I'm at home ولا I am at home. انا في المنزل. واضحة قدامكم جملة عادية تبدأ دي ضمير بعدين verb to be بعدين اسم. في حالة بتنفاها بعد الام حتحط not. في حالة بتغيرها سؤال ام هي اللي حتولي اول واحدة وتحط علامة استفهام في الاخير. number two she's not at home in the morning. she's not at home in the morning. هي مهيش في الحوش في الصباح. she's not at home in the morning. she ضمير is not at home in the morning. number 3 تم تغيير السؤال طبعا number 2 is هي اللي بتولي الاولى وبتدير علامه استفهام. we are in the park. احنا في البارك في المنتزه. احنا في البارك. we are in the park. واضحه كان بتغير السؤال الار هي الاولى كانت بتنفعها بتولي we are not in the park. number 4 this is my new laptop. هذا اللابتوب بتاعي جديد. This is my new laptop. This is my new laptop. تغير السؤال is بتولي قبل this. Is this your new laptop? Number 5 Our friends are on their summer holiday. أصحابنا في عطلة صيفية. Are هنا هي شنو الverb to be.
بننفع بتولي are not. Number six. Uncle George is a good footballer. Uncle عمي George is a good football player. لاعب كرة قدم جيد. Is. ننفعها is not. Number three. Number seven. I'm sorry. The dog is under the table. الكلب أكرمكم الله تحت الطاولة. The dog is under the table. سؤال: Is the dog under the table? نفي: The dog isn't or is not under the table. Number 8. He's very funny. هو مسلي جدا أو مضحك جدا. He's very funny. نفي: He is not very funny. سؤال: Is he very funny? Number 9. The shoes are white. علاش اخترنا are مش is؟ لأن الحذاء ديما شني يحتوي على زوز، زوز أحذية، رجلي مين رجلي صار هذا مشيني جمع، جمع شني مش مع are ما يجيش مع is. فهنايا the shoes are white. Number 10. You are right. انت صح. You are right. ننفعها طبعا قلت لكم كيف بضيفوا النص ما غيروها سؤال نحطها هي الأولى. Susan or Susan is a good or is good at tennis. هي كويسة في لعبة التنس. لو بتنفها بتديروا not ولو بتغيروا سؤال بتحطها في البداية. They are in the house. They are in the house. Are they in the house? ولا they are not in the house. His t-shirts جمع تاخد are cool. My sister أختي واحدة. كان السيستر فا اس إضافية راني عرفت جمع مجرد ما نعرف جمع تولي آر مش إز لكن هنا يا سيستر مفرد خذت إز. My sister is a good swimmer سباحة ماهرة. She's in Italy هي في وين في إيطاليا. Is she in Italy هل هي في إيطاليا. She's not in Italy هي مش في إيطاليا. تمام وتوا خنجولي تعريف الverb to be والاستخدام. هنا كلمة how to use that to be verb كيف تستخدمه الverb to be. قالك that to be طبعا فهمنا ان الverb to be is am are مش are you the you know how to pronounce the mic. The verb to be is am are. Is a verb used to describe الفعل اللي يستخدم بوصف. Describe معناها وصف شيء او شخص. توصفي شيء او توصفي شخص. ترى بنوصف شيء منقول it's a cat هذه قطة. كان بنوصف شخص منقول he is أحمد ولا she is فاطمة. Okay. In English, okay, it can be used to say different things according to the context. However, the common use of the verb to be is to talk. بس common use الاستخدام الشائع للverb to be is to talk. To talk شنو يعني نتكلم على شنو. نتكلم على الأسماء names على الايجز الاعمار على الفيلينج المشاعر على الناشوناليتيز الجنسيات على البروفيشنز على المواهب الحاجه اللي فيها كيف نترجمها لكم بالعربي بروفيشنز حاجه الخبرات يعني سبيشال وين يو ار توكينج اباوت بريزنت تنس زي لما تو حيره كنا نشرحوا فيه في شني في المضارع تو بعدين نغيروه الاز والام والار هذا عندهم ماضي بعدين نقولوه طبعا. إذن قلنا استخدام الverb to be to describe باش نوصف something شيء ولا someone شخص. بعدين تعالوا لي use of the verb to be is to talk. تكلم على شنو على names على اسماء على ages على اعمار على feeling على المشاعر على nationalities على الجنسيات professions الخبرات يعني هذا كله خصوصا لما انت تتكلم في شنو في الحاضر. تعالوا شوية كان للأسماء منقول he is أحمد كان على العمر she is 12 years old كان على المشاعر feeling I am sad كان على nationalities I am from Libya كان على professions I am perfect in math so on. يعني هنا للأسماء she is Chella للأعمار he is 6 years old للمشاعر لورا and ساندرا are happy للناشوناليتيز للجنسيات we are from Thailand
The professions, الخبرات, you are انت painter, انت مش رسام, you are a singer, انت مغني. اوكي هنا لما غيرناهم طبعا للسلبيات للنيجاتيف للسلبية طبعا شبحتوا كيف تغيروا من الاز ولت ازنت والار ولت ارنت وذاتس اول. تعالوا هنا للتشارت هو التشارت اللي قدامكم الجدول هو طبعا قالك الفيرب تو بي في الحاضر في البريزنت الفيرب تو بي في البريزنت الضماير الاي واليو والهي والشي والات. افيرماتيف معناها الجمله العاديه يعني النيجاتيف الجمله السلبيه الافيرماتيف الجمله البوزيتيف الايجابيه الاي ام طبعا عندها اختصار هي في اللي يكتب فيها اي ام بحرف الاي في اللي نحي في حرف الاي ويدير ابوستروفي يعني فاصلة فوق abbreviation apostrophe كاختصار you are في اللي يختصر فيها your يعني I am تولي am you are your he is his she is she's it is it is we are they are there you are your. تمام هذا طبعا الهدف من الابريفيشن عمارة الاختصارات هي تساعد في المحادثة لما تتكلم وتبي تدوي كنيتيف سبيكر كمتحدث للغة الإنجليزية باللكنة الأمريكية أو البريطانية فمجرد ما بدل ما تغير من كلمة I am تقولي am you are your he is his she is she's it is okay. فهذا الهدف لكن المهم شوفوا قدامي خلونا تو من النطق ومن السؤال ركزوا لي شوية الايام هنايا وفي الجملة العادية طبعا نفيها I am not في النيجاتيف you are not يعني يعطيك خيارين للكتابة كعادية وكشني كمختصرة تمام يعني هذا الجدول راهو very important انك انت تعرف ان الاي والهي والشي والات والواي والدي والي وهذا اسمهم pronouns ضمائر أما الـ verb to be اللي هو الـ is والـ am والـ are الـ is والـ am والـ are قدامك هنا الـ verb to be في الماضي I was بكري لو كانت I am را. كانت I am لو لاحظوا انتم بقارنوا الجدول الأول في الحاضر هذه في الماضي I was you were he was she was it was we were they were you were إذن الام والاز ماضيهم was الار ماضيها were اوكي okay. I was not I wasn't طبعا النفي بتاعهم زوز زي ما هم تحط not سواء بعد is سواء بعد was سواء بعد were سواء بعد are يعني النفي بتاعهم نفسه يعني ما يختلفش النفي في كل الحالات تحط not اللي هي لا فقط that's all. إذن الحاضر الفيرب تو بي في الحاضر is و am و are اما في الماضي was و were بس لان الام والاز ماضيهم was والار ماضيها were. I was I wasn't you weren't he she it was he wasn't we would they will you were وماضيها weren't. نستمر معكم في إعطاء الأمثلة زي ما تشوفوا قدامكم يعني نستمر معكم في إعطاء الأمثلة الأمثلة هذه مهمتها البعض ضروري ما تشوفوهم زين تركزوا فيهم وتسمعوا فيهم باش تعرفوا الحاضر والماضي ما تتلخبطوش إن الواز والوير هذا في الماضي والحاضر إز وآم وآر. اوكي is will am was are were I'm a student I was a student you were smart you were smart she's a good girl she was a good girl. هو الامتحان قدامكم الاول اسئله الفيرب تو بي يا اما في الحاضر يا اما في الماضي حاضر او في الماضي مرات تكون كلها مع بعضها حاضر مرات تكون كلها مع بعضها ماضي طبعا انا اعطيتكم خيارات مثلا نمبر 1 فراغ شي فروم سبين في علامه استفهام كويشن مارك هتركزوا هنايا
في علامة استفهام question mark، والشي قلنا تاخد is يعني is she from Spain. تكملوا نفس النمط تختاروا طبعا. اوكي thank you so much. ان شاء الله see you next class. thank you goodbye.